وهلة راح تحسها قطر أو ميامي بأبراجها المطلة على المحيط. ولكن هاي Bienvenido Panama. Canal de Panamá. Bienvenidos a Panamá. هي بنما. When the world see the beautiful country are Panama. Come to Panama. يمكن مش كثير ناس بتعرفها، بس ما في حدا بالعالم ما سمع بقناة بنما، صح؟ هاي هي قناة بنما في بنما. هاي بنما بحيتانها وغاباتها شايفين سفينة الشحن هاي؟ الآن راح تعبر من المحيط الهادي إلى المحيط الأطلسي عبر أهم قناة مائية بالعالم بعد قناة السويس. بعبقرية هندسية راح تمر بين الأمريكيتين بالمنتصف. طب كيف نشق هذا الطريق؟ هاي السفينة الآن فتحت الأبواب وراح ترتفع وتدخل وتنتقل من المحيط الهادي إلى المحيط الأطلسي. اليوم رح نعبر بين الأمريكيتين الشمالية والجنوبية من المنتصف. هاي قناة بنما. هي من أهم الإنجازات الهندسية في العالم، بتوصل المحيط الهادي بالمحيط الأطلسي، بتختصر المسافة عدة أشهر على السفن. أول إشي حاولت شركة فرنسية شق القناة عام 1881، نفس الشركة اللي حفرت قناة السويس، وحاولوا حفر القناة بنفس الطريقة. كان بدهم يحفروا كل المسافة 82 كيلو، لكن فشلوا بسبب سبحان الله إشي صغير زي هيك البعوضة. هالمنطقة فيها مناطق مرتفعة ما هي مستوية زي قناة السويس، وكمان كلها غابات وأمطار وأرض طينية وناموس. مات تقريباً 22 ألف خلال 8 سنين من الأمراض مثل الملاريا والحمى الصفراء. بنما فورست. وبعدها توقفت هاي الشركة وأفلست وطلعت بفضيحة فساد مالي وإداري، سموها فضيحة قناة بنما. بعت الشركة الفرنسية حقوقها ومعداتها للأمريكان، وإن كانوا رح يبنوا قناة في دولة نيكاراغوا. كانت بنما تابعة لكولومبيا العظمى، فوقعت أمريكا مع كولومبيا اتفاقية لشق القناة، إلا أنه كولومبيا تراجعت عن اتفاقية فدعمت أمريكا ثوار بنما للانفصال عن كولومبيا. وتحقق الاستقلال لبنما اللي وقعت مع أمريكا اتفاقية جديدة لشق القناة عام 1904. المهندسين غيروا الخطة هون، فبدل حفر كامل المسافة 81 كيلومتر اعتمدوا فكرة حفر جزء من الأرض وتكوين سد وبحيرة. This is the Gatun Lake. وعمل أحواض لرفع السفن وتنزيلها. 1914 كان الافتتاح، كل العالم احتفل بالتاريخ بالحدث هذا. قبلها كانت السفن لازم تنزل من الأرجنتين جنوب أمريكا، شهرين كانت تاخد، يعني سفينة من لوس أنجلس بدها تروح على نيويورك لازمها شهور لتوصل. وأمريكا بدها ترسل سفن حربية بسرعة كان لازم تعمل إشي.
حالياً بتاخد 8 إلى 10 ساعات فقط لتعبر السفينة، وهذا واحد من الأسباب أن الولايات المتحدة من القوى العظمى في العالم. اليوم رح نفهم قناة بنما كاملة، نكتشف هالإنجاز الهندسي العجيب. طلع حاطين العمال هون اللي بنوا قناة بنما، وقررنا نروح من بداية القناة إلى نهايتها. رح نبدأ من هون. شايفين السفينة لسه طالعة من قناة بنما. هاي قناة بنما طلعت من المحيط الأطلسي، هاي المحيط الهادي. شوفوا من الجزء هاد للجزء اللي هناك 82 كيلو. شوف فيفا كانال دي بنما، هاي هي السفينة بتعبر البوابة الثالثة. Here some tourists. Look. Everyone comes for this. هاي المحيط الأطلسي، السفينة بتدخل بتطلع البوابة الأولى الثانية الثالثة، بتمشي في البحيرة اللي بالنص هاي الاصطناعية، بعدين بتنزل طبعاً عشان توصل لنفس مستوى المحيط الهادي. بس كيف السفن رح تطلع وتنزل؟ لأنه مستوى مختلف. هون النقطة. So now, as you can see now, the boat is going down at this moment. And then when the level of water approaches the next step, in this case that is the ocean, so they will open the locks and then the boat will cross to the Pacific and complete the transit. So you see the movement of the water, it is because behind the chamber we have pipes that we use to transfer the water from one chamber to the other chamber. شايفين هاي البركات اللي جنب القناة هي بتضخ المي من تحت الأرض للقناة لترفع السفن لمستوى البحيرة والعكس. So look at the water there, you see? Now they are transferring the water because they need to fill the chamber for the next boat that will come. And all of this water have been transferred by gravity. So this is why the Panama Canal is so wonderful. Yeah. حسنا طلعنا بالسيارة عشان نعبر، احنا كمان بسيارتنا رح نطلع من المحيط الهادي إلى الأطلسي. احنا بنلحق بالسفينة، هاي السفينة عبرت. رح يدخل السفن إلى بحيرة جاتون، بحيرة كاملة تنأخذ من مياه الأمطار لأنهم بنوا سد وخلوا مياه الأمطار تتجمع في هاي البحيرة. هاي البحيرة كانت أكبر بحيرة اصطناعية بالعالم. We are now in the middle of the Panama Canal. How you can see around, we have a lot of trees, a big forest, okay? We call the rainforest because this forest helps to produce rain. And we collect that water that comes from the rain, and then, you know, we collect in the lakes in order to have enough water to operate the canal. We store the water in the rain season, and then in the summertime, we transfer the water from the lakes to fill the biggest one, that is the Gatun. So we are going to navigate to the Gatun Lake now. The biggest one, yeah. The one in the middle of the Panama Canal. Yeah, in the middle of the Panama Canal. Let's go. This train before the Panama Canal? Yeah, so the train that we have behind us, so is probably the first big project that we had in Panama. Okay, it was built in 1850, and it was built to help people move faster from the Pacific to the Atlantic. Most of these people were traveling to California for the gold rush. To the right hand, we have the Pacific Ocean, and to the left side, we have the Atlantic Ocean. Now we are 27 meters over the sea level. Imagine that this is the sea level, and this is the level of the Gatun Lake. Okay, if you see, we have a difference. So this is why in Panama we should to introduce the lock system, because the lock system works like an aquatic elevator system. كمان قناة بنما عانت. So one of the big challenge of the Panama Canal and also you know the war is the water, the climate change. فقللت عدد السفن اللي بتعبر. كمان خففوا من البضائع اللي على السفن بسبب التغير المناخي وقلة الأمطار. It's running out of water. The issue here is that we refill the lakes using the rain. And then if we don't have rain, so we don't have, you know, fresh water to fill the lakes. وهاي السفينة هسه بتعبر من المحيط الهادي للأطلسي. واو.
love the rain. Yeah, we love the rain. You know, in Panama, rain is money. So this is why we love it. We love the rain. We love the rain. Yeah, rain is money. وهي نهاية البحيرة الآن. غابت الشمس ولكن لازم نكمل لنهاية القناة. هاي السفينة لحقناها، والسفن الصغيرة هاي هي اللي بتساعد السفينة الكبيرة انها تمشي على المسار وانها تدخل من البوابات الثانية الثالثة. بعد ما السفينة عبرت البحيرة هسه رح تنزل لتيجي على مستوى المحيط الأطلسي. جود باي. فبتقدر تيجي هون تتفرج على السفينة وهي بتنزل، تقدر تشوف البوابة اللي بتنزل. بقول لك عشان تمر سفينة واحدة فقط لازم تستخدم كميات مياه عذبة من البحيرة أكثر من 50 مليون جالون لترفعها وتنزلها. فتخيلوا عشان تمر سفينة واحدة شوف كم عدد المياه اللي بتنضخ. شو رأيكم بالهندسة؟ عجوبة والفكرة عبقرية؟ This is the final goodbye. Vamos! There's whales everywhere. Look at over there. There's more whales. Will. حجم هائل جاي من أنتاركتيكا. حطوا جهاز تحت المية عشان نسمع صوت الحوت. طبعاً. كل الموسيقى والمؤثرات من هالفيديو كانوا من إبدميك ساوند. الآن العرض الأقوى خصم 50% على الاشتراك السنوي في هذا الأسبوع سايبر ويك 2024. تخيل أنه عندك مكتبة موسيقى ضخمة ومؤثرات صوتية عالمية تحت إيديك بدون أي قيود. الآن صار ممكن تلاقي أغاني قريبة من اللي بتحبها عن طريقة البحث الجديدة هاي. كل اللي عليك تعمله أنك تنسخ أي رابط من سبوتيفاي وتلصقه هون بشريط البحث. كمان في نوفمبر تقدر تدور بالأغنية واسم الفنان مباشرة. كمان الآن تقدر تقص، تكرر، تمدد أو حتى تعدل المقطع ليتناسب تماماً مع الفيديو تبعك. Create Versions. هاي فرصتكم، جربوا وخلوا فيديوهاتكم تطلع مستوى ثاني. شكراً بنما، شكراً بديمك ساوند، شكراً لكم.